بسم الله الرحمن الرحيم. هنبتدي دلوقتي معاينة للمزيتا بتاعة الشركة الهندسية. هنشوفوا ايه مشتملاتها وهنقولوا رأينا فيها، فان شاء الله بإذن الله تكون جودتها عالية جدا. ده اول انطباع ليا على فكرة، دي اول مرة افتح اشوف المزيتا ديت، بس انطباعي عنها يعني دي محتويات العبوة. البلاستيك بتاعها كويس جدا، لونها مميز تقريبا تنور في الضلمة يعني. التيلة بتاعتها كمان خشنة حلوة، بتتفتح كليبس. وبيجي الاكسسوار بتاعها جوه منها، الصاجة بتاعتها عافية، لا صاجة عافية جدا، تقدر ان هي تتحمل عبو الزيت، ولو تحط فيها مغناطيس هيبقى في امان بالنسبة لك، ان المغناطيس مش هي يعني الحديدة مش هتطبق فالمغناطيس يتكسر جواها. لا بجد يعني بجد موضوع كويس جدا. في كمان مشكلة دايما كانت بتقابلنا، ان الصاجة مش ما بتبقاش على قد المجرة بتاعتها، فبتلاقيها دايما هي قاعدة فوق ديت يا اما بعيدة خالص عنها. فالتصنيع نفسه جودته محترمة، طول التيلة كويس قاعد تحت. التيلة محملة تقيلة تخينة يعني سميكة، تقدر تسحب الزيت بسهولة. طبعا بغض النظر عن ان هي فيها تلات تيلات، وبيجي معاها المسامير بتاعتها، بيجي معاها مسمار بتاع الظهر ومسمار كمان للكرسي. دي برضو من الحاجات اللي ما بتجيش مع المزايت في الفترة الاخيرة. شكل المزيتا كده محترم، السعر بتاعها معقول يعني، تقريبا انت بتدفع السعر في مقابل خدمة. تعال نجمعها ونشوفها هتبقى شكلها ايه. التيلة بعد ما ركبت بصراحة، القعدة بعد ما ركبت وزنت المزيتا، فتحس ان هي برضو تقيلة. الكليبس على قد ما هو تقيل، على قد ما هو على الوضع بتاع الحديدة ديت، ما تحسش ابدا ان هو ممكن يسبب لك مشكلة، لان لو الحديد ديت اتربطت هتبص تلاقي نفسك سحبت ديت بكل بساطة هتطلع معاك. وفي نفس الوقت برضو مع حركة الاسانسير او حركة فن الصيانة على ظهر الكابينة، حتى لو اتخبطت المزيتا الغطا نفسه مش هيقع لوحده. البلاستيك بتاعها كويس جدا، تقريبا هي دي المزيتا اللي كنا بندور عليها. يعني تقريبا ديت المزيتا الوحيدة اللي ينفع احطها هي والستارتيك قصاد بعض كده، ونطلع نشوف انه فيهم هيكون افضل. انما بقية المزايت المزيتين الاولين المراجعات بتاعتهم هتلاقيهم في الاي اللي عندك فوق. دول كانوا كوبي للمزيتا دي. المزيتا دي تقريبا خبطة الصاج باينة جدا التقل بتاعه، فانتظروا المراجعة اللي ما بين دي وما بين ديت ونشوفوا انه افضل، وعيوب دي ايه وعيوب التانية ايه. حجم العبو بتاع الزيت،
احنا ممكن نعبي هنا زيت ونعبي التانية ونشوفوا انه فيهم اللي هتاخد عبوة اكبر، او طبعا كل ما هتبقى اكبر بالنسبة لي كل ما هتبقى افضل. اتشرف ان انا احط المزيتة ديت في المتجر الالكتروني. على فكرة المتجر الالكتروني ابتدى يشتغل فعلا على الفيسبوك. هحط المزيتة دي فيه. اتشرف جدا بيها، وان شاء الله باذن الله نقدر ان احنا نوفي بقية المزايا اللي موجودة في السوق في سلسلة الحلقة في السلسلة بتاعت قطع الغيار. فاضل عندنا كده يعني كم مزيتا نخلصوهم، وان شاء الله باذن الله امورنا تبقى تمام. طبعا المزيتا انا شايف ان حكاية الدمغ عليها ديت دي حاجة كويسة جدا، مصدر بتاعها كويس. شركة موجودة بقالها سنين معانا، كانت شغالة في الطلبات الخارجية، بوترينات، بس مش قد كده. بوترينات ما يعني ما مش منتشرين قوي، مش عارف ليه. المفروض ان احنا نسألهم مش منتشرين ليه في حكاية البوترينات في اسكندرية. الزراير بتاعتهم كويسة جدا، شغالين بيها في اسكندرية بقالنا سنين. وكويس قوي ان احنا قدرنا نوصل لمزيتا محترمة في السوق المحلي. ما يكونش احتكار بس على منتج واحد او على براند واحد، ولما نلاقي مزيتا منافسة الاقيها تعبانة قوي. ممكن اوريكو كده الفرق الصغير ما بين دي وما بين التانية. دي مزيتا كوبي من دي، ودي الاصل. لا دي الصاجة بتاعتها، دي الموضوع صعب تقريبا. انا هكسر المزيتة عشان خاطر اتنيها، تمام. فتقدر ان انت تميز ما بين دي وما بين دي، مع ان من فوق هما الاتنين تقريبا فورمة واحدة، تقريبا فورمة واحدة. فرق بس اللون. ممكن المزيتا ديت معمول فريم فوق المسامير، دي لأ، هنا في فريم فوق المسامير. طبعا البلاستيك هنا كويس جدا، انا ما عنديش اعتراض عليه، بس لما شفت دي عرفت ان البلاستيك ده زبالة. تمام، دي كانت مراجعتي للمزيتا الاصل او ام المزايت بالنسبة للمزايت المحلي اللي احنا عايناها. دي هنعتبرها ام المزايت بالنسبة لهم. هيبقى المقارنة، عشان لو انا قارنت دول بالستارتك هنبقى بنظلمهم وبنضيع وقتنا. فما عنديش مزيتا تاني لغاية دلوقتي عملت لها ريفيو غير ديت اللي ينفع ان هي تتحط مع الستارتك. يمكن علشان الستارتك عندنا في اسكندريه اخد انتشار كبير وما كانش ليها منافسين. منافذ البيع بتاعت الهندسيه مش كت... ما كانتش كتير في اسكندريه، بس اتعشم ان انا ادخل عند اي حد بتاع بضاعه الاقي المنتج دوت، لانه بجد يستاهل ان هو احنا نشتغل بيه. وانا مش عارف بجد انا ما شفتهاش ازاي قبل كده في السوق. ودي كانت مراجعتي المبدئية للمزيات الهندسية. وان شاء الله بإذن الله اكون وفيت كل البنود بتاعتها. وانتظروا بقية الفيديوهات بتاعت الهندسية والمقارنات بتاعت المزايت. وكان معكم ايمن كتانة من جي بي مصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.